عقول واعية من أجل الأوقات الحرجة، دور وسائل الأعلام في النهوض بمجتمعات سليمة ومنصفة وشاملة. تحت هذا العنوان العريض يحتفل العالم باليوم العالمي لحرية الصحافة لعام 2017، والذي انطلق في 3 أيار في عام 1993، والذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم العالمي لحرية الصحافة على إثر توصية موجهة إليها اعتمدها المؤتمر العام لليونسكو في عام 1991. خصص هذا اليوم للاحتفال بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة وتقييم حرية الصحافة في العالم وحماية وسائل الأعلام من التعدي على استقلالها وتكريم الصحفيين الذين فقدوا حياتهم في ممارسة مهنتهم. يتخذ هذا اليوم العالمي مناسبة لإعلام المواطنين بانتهاكات حرية الصحافة، والتذكير بأنه في عشرات البلدان حول العالم تمارس الرقابة على المنشورات وتفرض عليها الغرامات ويعلق صدورها وتغلق دور النشر، بينما يلقى الصحفيون والمحررون والناشرون ألواناً من المضايقات والاعتداءات والاعتقالات وحتى الاغتيال في العديد من الحالات. إنه يوم لتشجيع وتنمية المبادرات لصالح حرية الصحافة وتقييم مدى حرية الصحافة على امتداد العالم. الاحتفال بهذا اليوم لعام 2017 تقام فعالياته في جاكرتا في إندونيسيا في الفترة بين 1 و 4 من أيار، حيث يناقش المشاركون التحديات التي تواجه وسائل الأعلام في يومنا هذا، ولا سيما الهجمات المستمرة التي يشهدها العالم ضد العاملين في مجال الصحافة. كما سينظم حفل تقديم جائزة اليونسكو غليرمو كانو العالمية لحرية الصحافة. ولعل الصحافة والإعلام في سوريا وعلى مدار السنوات 6 من الحرب عليها اختلفت مهامها وزادت المسؤوليات لتكون الرديف الأول لرجال الجيش العربي السوري في نقل الحدث لحظة بلحظة، هذه الصورة كان ثمنها الشهادة في سبيلها. ففي هذا اليوم كل الرحمة لشهداء الصحافة والإعلام في العالم بشكل عام وفي الإعلام السوري بشكل خاص.